قدمت صباح اليوم جمعية العمل من أجل التضامن مساعدات تتمثل في المعدات المدرسية لمركز أيتام SOS في الدائرة الثامنة. تقرير حليمة سعد يعقوب. من أجل رفع معنويات الأيتام وتشجيعهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2017-2018، حيث جاءت هذه المبادرة الطيبة من قبل جمعية العمل من أجل التضامن ومساندة الطبقات الضعيفة. وبدأت المناسبة بكلمة مدير مركز رعاية الأيتام SOS دالينغار جوزيف، مقدما شكره للجمعية، وذلك من أجل اهتمامها بالأطفال لا سيما الأيتام. وأعقبه في حديثه ممثل عمدة الدائرة الثامنة أبكر آدم حسن، والذي طلب من الجميع متابعة مثل هذه الأعمال الإنسانية. ومن ثم نظمت مسابقات بين الأطفال الذين شاركوا في هذه الاحتفالية، ويمثلون 4 مراكز للأيتام. الهدف الأول ده ندوروا الإعارات بالأعرف عن بيناتهم، ده هدف الأول. الهدف الثاني ندوروا الإعارات ده هم ترفية الأتامة بلان عنينا ما عندهم نادم آخر، دونك لازم أنينا أسمى شنو نساعدهم، وهم يعني ننتم حاجات شو كاية دول بيك دول ساك دول اللي يبدا فوقها. ونشكر أولا البارتنر الساودونا، وبالخاصة نشكر الشيف دي كانتو أنا معلمة. وفي خلال نهاية المناسبة وزعت أدوات مدرسية للأطفال المتفوقين في المسابقة إلى جانب ممثلي المراكز 4. نظمت صباح اليوم بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية جمعية القابلات وفني وزارة الصحة العامة جمعيتها العمومية بحضور العديد من أعضاء الجمعية بهدف دراسة ومناقشة المواضيع والمسائل التي تتعلق بصحة الأمومة والطفولة. تقرير محمد عثمان بشير. عبر هذه الحركات اليدوية انطلقت أعمال الجمعية العمومية غير العادية لجمعية القابلات وفنية الصحة العامة، ذلك بهدف الوقوف على أهم المشكلات التي يعانين منها القابلات وفنية الصحة العامة مع الأطفال حديثي الإنجاب والنساء الحوامل. أتفق كان مرة حاملة ولا ولدت هو ده بس الكوز الرئيسي عن الديسي ماترنال عن الموت عن الأبين في تشاد. هذا فيها أبروش واج فيها شغل واج كالنصارى خطو لي يسوفي للمرة، يعني قبال الدم ما بيدفق، ده كان سمين الأكت ده للدم ده بيبريفينير ما بيدفق، بينادو قطبا القطبا ده مش الجيسيون أنا ترازين فاز أبري أكوشما. إن مختلف الأمراض والتشوهات التي يعاني منها الأطفال حديثي الإنجاب من أمراض مزمنة والتشوهات جسدية تحدث بسبب عدم استعمال الأدوية بشكل صحيح أو عدم استعمالها من قبل الأم، ذلك ما أكده المشاركون في أعمال هذه الجمعية العمومية، وأن ذلك ما يبحثون عن معالجته خلال أعمال هذه الجمعية العمومية غير العادية لجمعية القابلات وفني الصحة العامة.